مسح الله اوقاتكم بكل خير ايها الحضور الكرام في هذه الدوره نستكمل ما بداناه بالامس في مجال اعداد وصياغه مذكرات التفاهم. تكلمنا بالامس عن اهميه مذكرات التفاهم وقلنا بان مذكرات التفاهم هي احدى الظواهر التي ظهرت اليوم في المجال السياسي والتجاري وعلى مستوى العالم. مذكرات التفاهم هي شبيهه في محتواها بالعقود والاتفاقيات والمعاهدات التي تؤديها الدول وتنفذها الدول بين دولة وأخرى، وأيضا بالكيانات التجارية بين شركة وأخرى. في الشركات اليوم في عصر العولمة، الشركة اليابانية تعرف الكثير عن السعودية، بل قد ما لا يعرفه السعودي عن نفسه، والسعودي أيضا لو أراد لا عرف الكثير في الشركات اليابانية ما لا يعرفونه هم عن أنفسهم بحكم اختلاف الثقافات، فضلا عن أن العالم اليوم هو في يد واحد منكم. أنت اليوم تمسك العالم بيدك. العالم كيف يكون في يدك؟ من خلال الجوال، من خلال اللابتوب، من خلال الآيباد، من خلال القنوات التي تشاهدها. هذه الظاهرة، هذه الحركة التي في العالم وبين الناس، حتى في العلاقات العامة، حتى في العلاقات الشخصية، العلاقات بين الأفراد، تحتم على الناس أن يبادروا إلى تشكيل تحالفات، تشكيل شراكات. ما يهم أولئك الذين يعملون كمسؤولين في إدارة تطوير الأعمال وإدارة الشراكات الدولية هو أن يبادروا وأن يتواصلوا مع الآخرين. كيف أتواصل مع الآخرين؟ من دون أي وثيقة. لو أردت أن تتواصل مع أحد من أصحابك لكفى ربما الإيميل، أرسل إيميل ويرد عليك هذا الشخص، وربما نشأ عن هذا صداقة أو عمل تجاري أو أي كان. لكن الواقع أنك عندما تريد أن تؤسس شراكة مع شركة خارجية فأنت بحاجة إلى بعض الآليات، أنت بحاجة إلى نوع من التفاهم، أنت بحاجة أيضا إلى وثائق مشابهة لوثيقة مذكرة التفاهم. ما يجعل وثيقة مذكرة التفاهم في متناول أيدي الجميع هي أنها غير ملزمة قانونيا، إذا كل واحد يستطيع أن يكتبها إذا عرف وفهم عناصرها التي سوف نتحدث عنها اليوم. مجرد أن تعرف هذه العناصر وتعرف بعض المحذورات فيها حتى لا تقع في فخ أن يكون هذه المذكرة أن يتغير اسمها من مذكرة تفاهم أو مذكرة تعاون كما تسمى، يطلق عليها أيضا مذكرة تعاون، أو يطلق عليها في أحيان كثيرة خطاب نوايا letter of intention في القانون الغربي، يطلقون عليها letter of intention اللي هو خطاب نوايا، ومن خلال هذا الاسم نستشف بأن معناها هو شيء داخلي، شيء عن نية صادقة، نية جادة في التعاون مع الطرف الآخر. إذا قبل أن نبدأ في هذه العناصر، دعوني أخذكم إلى الوراء قليلا، إلى ما قبل شهر تقريبا، حتى أضرب مثالا على كلمة غير ملزمة وما أهميتها رغم أنها غير ملزمة. في صحفية سألت الرئيس ترامب قبل شهر، قالت له أنت يا فخامة الرئيس وقعت مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية في الجانب الاقتصادي، فما حل هذه الاتفاقية؟ قالها بكل بساطة أن هذه الاتفاقية هي مذكرة تفاهم، ومذكرات التفاهم غير لا معنى لها، غير ملزمة. اضطر هذا إلى بعض المسؤولين في البيت الأبيض في الجانب القانوني إلى يعني إصدار وإخراج نموذج جديد وهو مذكرات تجارية. هي أرفع قليلا من مذكرات التفاهم، قد تكون ملزمة إلى حد ما، ولكنها أحياناً لا تستمر لأن متطلباتها كثيرة. مذكرات التفاهم تساعدنا نحن كمؤسسات صغيرة، مؤسسات ناشئة، على مستوى المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، أن تنشئ علاقة مع مؤسسات خارجية قوية، وبالتالي تستطيع أن تستفيد منها في تبادل خبرات، تبادل آلات، تبادل مصالح. وعلى سبيل المثال نأخذ مثالاً الآن في مجال الطباعة، بما أن أحد الموجودين هنا هو المهندس مكبل وهو مختص في هذا المجال وضريع فيه، فلنقل مثلا أن هذه شركة سعودية، هذه المجموعة واسم شركتهم على سبيل المثال شركة واحد للطباعة، بينما هذه المجموعة مجموعتكم اسمها شركة أوساكا. أوساكا مدينة سياحية في اليابان مشهورة، أنصحكم بزيارتها. اسمها شركة أوساكا للطباعة ثلاثية الأبعاد. هذه الشركة السعودية ضريعة في المجال، في السوق السعودي، نسبتها في السوق السعودي كبيرة جدا، بينما هذه الشركة ضريعة في مجال طباعة ثلاثية الأبعاد. هذه الشركة تريد أن تستفيد من هذه الشركة في مجال ثلاثي الأبعاد، وهذه الشركة تريد أن تجد لها موضع قدم عندكم في السعودية. من هنا كيف أستطيع أنا من هذه الشركة أو من تلك أن أنشئ علاقة إيجابية وعلاقة قوية بيني وبينهم؟ الطريقة المثلى في هذه الحالة هو
أن أكتب مذكرة تفاهم. طبعاً كما ذكرنا في المحاضرة الأولى في الجلسة السابقة بالأمس أن هناك عمليات للتفاوض. هذه العمليات التي ذكرناها للتفاوض ستسهل عليك من كتابة هذه المذكرة. لكن لابد أن أعرف قبل أن أكتب المذكرة ما هي المحظورات، ما هي العناصر التي أحتاجها في المذكرة. هناك عناصر ثابتة لا تتغير في كل مذكرات التفاهم، خصوصا إذا ما عرفنا أن مذكرات التفاهم غير ملزمة قانونيا. هذا يعطينا أريحية نوعا ما، وأيضا سرعة في الإجراء. بإمكان مدير تطوير الأعمال بإمكان يعني يصدر موافقة من الرئيس التنفيذي أو من رئيس الشركة أو من مجلس الإدارة بسرعة، لأن ليس فيها التزامات مالية. إذا علي أن أتجنب الالتزامات المالية، فأنا أبتعد عن الالتزامات المالية، لأن الالتزامات المالية قد تغير من معنى هذه المذكرة إلى عقد، وبالتالي يصبح ملزما قانونيا وإن كان اسمه مذكرة تفاهم. عندي أيضا أبتعد عن الالتزامات الوقتية الزمنية، أي شيء في التزام زمني أيضا أبتعد عنه. ينبغي علي كذلك أن أفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، وهي على سبيل المثال في بعض الدول تمنع بيع الخمور. المملكة العربية السعودية لا يجوز فيها بيع الخمور. إذا أي شيء له علاقة بهذا الشيء تبتعد عنه تماما، لا يجوز أن يكون عنصر ويدخل في محتوى ويكره التفاهم. بعض الدول عادي عندها سواء إسلامية أو غير إسلامية، هذا شأنهم. أما القواعد المكملة فهي قواعد درج الناس على معرفتها. مثلا أنا اشتريت سيارة من الأستاذ أبو أسيد، اتفقنا أن المبلغ سأقسم عليه فترتين مثلا، اتفقت أنا وياه أن المبلغ بحول على البنك الرابحي وبنك الأهلي. هذه قواعد مكملة مفسرة نحن نستطيع أن نغير فيها بما يعني يحلو لنا أو بما نحن بحاجة إليه. ففي هذه الحالة أنت لك الحرية إذا ما اجتنبت هذه الثلاث المحظورات. أيضا لا ننسى أن نكتب جميع ما محتويات هذه المذكرة أن نكتبها على شكل مواد وليس على شكل بنود ولا على شكل فقرات. طبعا القانونيون هم يعرفون الفرق بين هذا، لكن أنت ككاتب وتكتب يعني تصيغ هذه المذكرة قد لا تحتاج إلى الدخول في تفاصيلها، وإلا هي الفقرة هي جزء، المادة هي جزء من الفقرة، التي البند هو جزء من الفقرة، والفقرة هي جزء والمادة جزء من الفقرة. عندنا إذا جينا بنكتبها لابد أن نرى أن هناك عناصر ثابتة. عندنا في بداية المذكرة شيء متعارف عليه دائما، قلنا اسم شركتكم شركة الواحد للطباعة، صحيح؟ اسم شركتكم شركة أوساكا للطباعة ثلاثية الأبعاد، فتكتب في رأس الصفحة. طيب وش يجي بعدها؟ يجي بعد التاريخ بكل بساطة. طيب ماذا يلي التاريخ؟ يلي التمهيد. طيب ما هو التمهيد؟ التمهيد والله أنتم شركة لكم نسبة كبيرة وحصة كبيرة في السوق السعودي، بما يسهل علي أنا في شركة يابانية العمل عندكم أو إيجاد فرص عمل. هذه الشركة في المقابل عندها معرفة بثلاثية الأبعاد وضريعة. إذا أكتب ما يميز هذه الشركة وما يميز تلك الشركة، ثم أنتقل بعد ذلك إلى موضوع العقد وهي المواد. أنتم والله بحاجة إلى تبادل خبرات، تذكر في هذه أنا بحاجة إلى نتبادل خبرات، نتبادل زيارات، نتبادل معدات وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك القانون الواجب تطبيقه على العقد يأتي دائما بالمفاهمة، لأن هي من اسمها مذكرة تفاهم. فقد ترى شركة من الشركات أن القانون الذي ينطبق علينا هو قانون الصيني مثلا أو القانون الياباني أو القانون السعودي. في الغالب أن الطرف الأقوى هو من يحدد التحاكم إلى أي قانون، لكن لابد من ذكر هذا الشيء حتى لا يقعون في مأزق إذا وصل المسألة إلى النزاع. وفي النزاع لابد أن نذكر إما أن نلجأ إلى التحكيم أو نلجأ إلى القضاء. أيضا في هذه الحالة وفي هذه النقطة لابد أن نعرف ما هي اللغة التي نحتكم إليها إذا اختلفنا. جرت العادة في كتابة مذكرات التفاهم كما هو في المراجع العلمية أن اللغات تكتب اللغة العربية بحكم أنكم شركة في وطن عربي، وهذه الشركة تكتب باللغة اليابانية بحكم أنها شركة يابانية، وبالتالي يصير عندي عربي وياباني. لكن لابد من وجود اللغة الإنجليزية، لأن أحيانا ما يصبح هناك سوء فهم وسوء تفسير في كلا اللغتين، لكن اللغة الإنجليزية هي المرجع، فلابد من وجود ويفضل وجود لغة إنجليزية في هذه الحالة. ثم بعد ذلك يحدد أيضا في مادة من مواد هذه المذكرة كم عدد النسخ المعروف، بما أنه طرفين فأنا لابد من نسختين فقط، نسخة للطرف الأول ونسخة للطرف الآخر. توقع هذه النسخ، هناك بروتوكول معين في توقيع هذه النسخ، وهو أنه
الشركة اللي تبي توقع مذكرة مع الشركة الأخرى، إذا كان بيوقعها مدير إدارة التطوير مثلا، مدير إدارة تطوير الأعمال، فيفضل بهذه الشركة أن يكون مسمى بنفس المسمى أو قريب له في المستوى. هذا إتيكيت، يعني متعارف عليه، بروتوكول في العلاقات العامة والعلاقات الدولية. إذا كان والله رئيس تنفيذي، فيفضل والأفضل أن يكون أيضا رئيس تنفيذي مقابل له من الشركة المقابلة. طيب، بعد ما عرفنا هذا، دعوني أنتقل بكم إلى التمرين لمعرفة كيف يمكن لنا أن نطبق ما تعلمنا. عندكم على الأوراق الرسم الذي قبل قليل، فيه اسم المذكرة التفاهم وفيه التاريخ وكل العناصر، وأيضا بالإضافة ستجدون في كل طاولة، على كل طاولة A4 نموذج فارغ لا يوجد به إلا فراغات. يوجد في الأعلى اسمين، يعني الأماكن تضع فيها اسم شركتك واسم الشركة الأخرى. بإمكان كل مجموعة الآن أن تنشئ علاقة مع المجموعة الأخرى، بحيث تكون كل شركة توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الثانية وتملأ الفراغات، إنه في يوم كذا وكذا وحضر في اليوم الفلاني بالتاريخ، ثم نذكر البنود التي يعني نحتاج إليها. بعد ذلك نذكر أولا أسماء الشركات، ثم بعد ذلك التمهيد، ثم البنود ونسير حتى نصل إلى التوقيعات من المسؤولين في كلا الشركتين. أخذت وقتكم؟ تمارين؟ شكرا لك. طيب، بعد ما كملنا هذه التمارين وأديتم أداء رائعا، دعوني الآن أنتقل بكم إلى نهاية أو قرب، يعني اقتربنا من النهاية، فأسألكم ماذا تعلمنا من مذكرات التفاهم ومن صياغة مذكرات التفاهم. بالنسبة لي تعلمت أن مذكرة التفاهم تحدث بين جهتين منظومتين، ولكن هذه المذكرة غير ملزمة لأي من الجهتين، وهذا حقيقة ألبس علي في موضوع التحاكم القانوني. لماذا أنا أصير بند التحاكم القانوني وهي غير ملزمة من الأساس؟ لماذا أنا أضع هذا البند؟ إذا اختلفنا نلجأ إلى أي قانون؟ واحنا نعرف من البداية أنها غير ملزمة. أحسنت. سؤال في محله، في النقطة هذه، لأن المذكرة التفاهم هي مذكرة لها مكان في القانون، وبالتالي أي خلل فيها قد يلزم من أحد الأطراف اللجوء إلى القانون، وما أحد يضمن أن مذكرته مكتملة 100%، أو أن لها آثار جانبية أو آثار مستقبلية أو محتملة لأي من الطرفين، فبالتالي هذا من باب الاحتياط. اللي فهمنا انه المذكرة التفاهم هي غير ملزمة للطرفين، انه ايضا لابد يكون في لغة توحد المفاهيم بين الطرفين اذا اختلفت اللغات بين الطرفين. معلومة يعني كانت لي ممتعة، كانت مهمة جدا اني انا اتعلم شيء جديد واعرف الدول الشركات كيف تفكر وكيف، فشكرا لك. تعلمنا انه المذكرات التفاهم كنا نستطيع ان نسلم لكل طرف ان التصغير بروتوكوليا يفضل ان يكون في نفس المستوى الوظيفي. صحيح. اشكر لكم حسن الانصات وحسن الحضور والحضور، ولكم كل الشكر والتقدير. شكرا لكم.